ان رحيم دا خپل جنه به شروع کو دا سوره القمر په لس نمبر ایتنه رسوجر دلاسه دا ویډیو بند شو دا ولا لس نمبر ایتنه بلکه دا سوره القمر ولا لس نمبر ایتنه به شروع کو وقعد نوح عليه السلام او ده قوم اغره وانا وچه سنگ الله دا قوم تبا الله وي ولقد تركناها آية فهل من مدكر او يقينا من بري ده ده كشتين خا نو نسيت كي وقين نسيت واخلي فكيف كان عذابي ونذر نُسْغَ شَوَاذِبَ زَمَاوِيرَ وَالزَمَان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِر اَوْ یَقِينَنَ سَنکډې منګ قرآن د پاره د نشهتغستو نوایشتې سوک نشهتغستونکې دا قرآن الله شانکډې د نشهتغستو لپاره نو سوکشتې چې نشته وخی كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر تكذب كده وعاديانو نسنق وعذاب زمان يروى زمان بلا واقع صلى الله سبحانه وتعالى دعديانو رولي <تصفيق> 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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا رَا قلا من باندي هواتي زا في يوم نحس مستمر فورز سبيرا هميشكي مستمر يعني هميشا دي باندي هميشا شودا ترديتي داخرة غازاب ورسول تلجئ الناس کانهم اعجاز نخل مقير رويست لري خلق گویاکي دوی تنيده ک جرودي د ويخ نر اوست لري شوی دي کومو تذکر اکثر قران کی زی په زي شیوي د منشر تیری شوی دي نو به تفصيل ته ضرورت نيشتي فكيف كان عذابي ونذر نسنقو عذاب زما ويروى الزمان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أو يقينا سان من القرآن دبارد نسيت نعيش خسوك نسيت كذبت ثمود بالنذر تكذب كرو سموديان ودير وركون كوبي غمبران فقالوا نويلو أبشرا منا واحدا أيا بندز منا يوما نتبعه تابداريكم من قداغا إنا إذا لفي ضلال وسعر یقیناً موږ په پځه او خې خامخا په ګمراهي کیو او شعور او پلېونتوب کې بيو کمنګ چرته یو شړې چې موږ یې زمنګ په شان انسان دي اگر پته کې څکه باندې چې دې تابلای لري بکاو او کمنګ دې ته ابيدار یو کړی نه د لفي ضلالي او شعور بیا موږ په ګمراهي کیو او پلېونتوب کیو اولقی الذکر علیه من بیننا ایا رلی گلی شی د وحی په د باندې په من زمونکی بل هو کذاب اشر بلک در دا ډیر دروغ جن دی لوی کون کې اله بل په د باندې وحی را لزم په منسکی این نور سکنو دی د وحی د وحی حق د شپ د باندې سپرا نو اید دروغ جن دی لوی کون کې

<applause> رالي كن كيو أخي لرا امتهان دا بارا اللا أخرى لقلو كان دا امتهان فارتقبهم واصطبر نو انتظار ونبئهم أو خبر ورك دويتا أن الماء قسمة بينهم تيقين نوبا تقشیم دی پمیس د دوی کی کله شربم محتضر هر یو کله شربم محتضر هر نن برده وبوت به حاضر کیږي هر د هر چا نمبر چې راځي هر څړب خپل نمبر ته حاضرې یو ورځ هغه د اوخي نمبر دی د اوخه به وبس کی کویته به راځي او یو نمبر چې دینو أغبيا طول القوم دا، فنادوا صاحبهم نوازك غيم القريخ بلتا فتعاطى فعقر نغتر رواغستا بس قتلك روخام فكيف كان عذابي ونذر نسقوا عذاب زما ويروى الزما، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة یقینن منغراولی قلب خو ی باندې چغیا و فکانو که شیم المحتضر نشد پشان د ما تر ما چی غیا د شپول جوړون کی شپول دتاوی دیشولکا لکه لك د شپول جوړون کی د شپول چی ما تر مات بوسو پشان شي دیش الله کرو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او يقينا نسالك من القران ذا بارد نسيت نو ايش سوک نسيتها غشتون کې كذبت قوم لوط بالنذر تكذب كراو قوم دالوت عليه السلام داير وركون كوبي غمبرانو انا ارسلنا عليهم حاصبا يقينا من راولي قوبا غيبان باران د كانو الا ال لوط سوى كورني د لوط عليه السلام نام نجهينهو بشحر بچکل بس بنگا غوي په وخت د پېشمني کې نعمت مینه جنا دنيم چو د طرف زمنګ كذلك نجزي من شکر درشن بدل ورکومنګ غچاته چې شکر ادا کوي الله تي لوته السلام أو ولقد انذرهم بطشتنا او يقينا غير ولوغي دحم لي يا دنيو فتماروا بالنذر نغوي شكوكو طير ولقد راودوه عن ضيفه او يقينا غي متال بكر وداغ غندمي المنور فطمسنا اعينهم نوراني یکړی مونږ سترګې داوی جبرئیل السلام په شراوته کله چې ملائکه لړو کینو په لوته السلام پسی اوه خپو او قوم بهر راځم شو نو جبرئیل السلام راوتو بهرته او د خپل وزیر خوري کړي ځای د وښ په نومزيد تیری او زیره سترګې پیول نو دا اند شو فذوق عذابي ونذر نوسك يا عذاب زما والزما ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أو يقينا سَهَرُ وَخِرَاغِي راغي واختي بجيب عذاب فذوقوا عذابي ونذر نوسك يا عذاب زما والزما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أو يقينا سانكر من قران دبارت نسيت نوحشتي نسيت غستون ولقد جاء آل فرعون النذر أو يقينا راغلي يانو تاير وركونكِ كذبوا بآياتنا كلها دروجني وكان الآيات زمن قتول فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر نراوي والمنقاوي فراني ولود الزور ورزات شي قدرته الذي الله منغا غمروي اواغ ذات بي سنگ راني سي سنگ بداغ راني وي يا غزوروري تکتوري قدرت والي اكفاركم خير من اولائكم اي كافر استشغور دي دلك شاننا الله یعنی په داوبند ازاب راتلیشي پتا سو بده را دي صورتو غوري دا غوري املكون برائه في الزبر يا شتي تاسولره بچواله د ازاب په کتابونو کې يا تاسو دا غوري غوري که څنګه او کنه ساسماني کتابونو کې دا خبر راغلي دا چې پتا سو په ازاب نرزي اَم يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ای وې دوی مونږه غټه ډلې وبدلا غستون کی کله مشرکان د خبره کوي کیني چې مونږ زمونږ ډله غټه دا او زمونږ خلک ډیر دي سيهزم الجمع ويولون الدبر زردچې شکسب او خري دا ډله او روا بړی شاهګانی پته ولېګي د مؤمنانو فلا صل الله بيدوی زرل کړی دي جان. بل الساعه موعدهم بل قيامه قامت مقرر قرر ذا والساعة أدها وأمر أو قامت دي اللي مسبت أو دي, دي إن المجرمين في ضلال وسعر يقينا مجرمان فقم راهي أو يوم يسحبون يو في النار على وجوههم فغورت شراك ليكي جبا بوركي فمخنوخ فلو ذوقو مسس کور ورته ویلې کیږي بواوڅه کې عذاب د سوزیدو ان کل شیء خلقناهو بقدر یقین من هر شی پیدا کړي د هغه په خاص اندازې شره اې دلته سوال دی پیرې کیرو چې دا وکړي کی التویل شګن چې دا ګمراهان په جهنم کې راځکل کی او دوی ته ویلې کیږي عذاب وڅکه کلا الله يده هر شيء بيوك فلان وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو ندي حكم زمن مگر يوش بيلي ده پشان ده رب دسترگي الله يده شوي غوالم كنا نبيه ولقد أهلكنا أشياءكم أو يقينا تباكر دي منستاسو پشان خلق فهل من مدكر نو آيشتي نسيته استنكي مشیرکان الله چې تاسو به څنګه دې موږ مخکې تبا کړی نه شي تولې نهخلي او كل شیء فعلوه فی الزبر او هر شی چې دوی کړې د نو پس ایفو د ملائکه کوي دي او كل صغير وکبير مستتر او هر ورکه ول یاملیک له شی وې دي الله وی شي دې بندگانو ټول اعمال نو ټکړي شي کاغذ اعمال دي کغه والا عملی انل متقین فی جنات و نهر یقینا متقین با فجنت و نهر نکی فی مقاعد صدق جمالیک مقتدر او پم پم مجلس د رشتنوالی کی پنس د باچا پوره قدرت لرونکی رشتنوالی په مجلس کې بویې پ جنتونه کې وایې په ولو کې وایې الذي دني متنه من تم نسبك سوره الرحمن لوې موجودې سوره دا الله رحم دي ان الله خپل رحمتونه بین کړی دی په بندگانو بین دي, دي. په دري طریقو سره یو د چې الله ته روحاني او ظاهري نعمتونه درکړي بیا الله نور رحمتونه ذکر کوي چې جنت او جهنم پیدا کړې دمد الله رحم دي په دریم رکو کې بیا الله دې دجریت اقسام ذکر کړی دي دی. د ډېر خوندور شرط ته ها خدادا چې د دې فضیلت په باره کې کوم حدیثونه راغلي نه غوښتنې کمزوري دي دا شرط پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیرین وباندې ملسته له او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لدیت الوت د قریشو په محکیم کړو سورۃ الرحمن په دې کې اچا ویه اچونی دي او دريب ديكي دي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بهدا مهربان علم القران تعليم ور دي دي دي. القران ده ده الرحم دي و رحمان القران خلق الانسان بذكر انسان علمه البيان خلدت وزاحت كوالدمق سدق الشمس والقمر بحسبان نور سومي فحساب سر رواندي والنجم والشجر يسجدان او بوت يوني سجديكي يا ستور يوني سجديكي النجم ولكي بوتي توي او شجر وني توي يا نجم ستوري توي ادوانا ماني سيدتي والسماء رفعها ووضع الميزان او أسمان لابورتا كريدي او يخيد تلا. دا تلا لا تلا لا راني قريده دام دا, دا, دا الله رحمدي او دا الله نعمته الا تطغوا في الميزان ويليد جزياتي مكا ويبتولكي واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او برابر كيتول تول په او کمه ويبتول په والارض وضعها للانام او زمك لا يخدد پار د فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام فأقيك ميويدي او كجرك سوروالا والحب ذو العصف والريحان او دانيدي بوس ولا او خوش بو یانیدی فبایجی الا ا ربک ما تکذبان نو د کوم یو د احسانات درب قبل انکار کوي تاسو انسانن او پیرانو د سورتي چلابکی د انسانن او پیران دونه یو چې مخاطب کړي او ځکه پیرانو چې کله د سورتو اوریدو ناغو ویاله جواب دې سګ وی الله دې یو نعمت من انکار نکو دیو نه من انکار نکو حدا خبره دې ساتي چې بږي سورج كيف بي اي ال ربك ما تكذبان د دې بیا دې تکرار شوه دې سوسو پیری راغله مګ بشری بیا غایت وی ترجمه بینه کو ترجمه دا شو د یاد کی فبای الای ربکما تکذبان نو دا کوم یود احسانات او د رب خپل لنکار کوي تاسو ای انسانانو او پیرانو خلقل انشال مینس الصلصال کلفخر په دکړي د انسان د کرنګار کوونکی خټینه پښان دې ټوکریا پښان دې کوډونیه پښان دې کو دریندا دې دې ښکټین الله د انسان په لکړې چا کړنګار کې لګ کو درین وڅ شي کنه دې ښکټې صفات مخکې اتونو کوم تیر شي وي هغه ښټې واغې ګلې شي ډېره او به زړشي او د ډېر پاتې کیدو سره رنگ بدل شي او کړنګ کې بیا ده د الله رحمد ولې چې چې به په انسان کې عاجزي نه وي کې د بل څه نه پیدا وي نو په خبره کې عاجزي دی او خلق الجن مما رجم من نار او پیدا کړې دي د پیرانو پلار د ګډوډور نه یذغورنه چې خالص لمبي ولي جان د پیرانو پلار مقصده چې پیران الله د وور نه پیدا کړی دي فب ای آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین رب د دوو مشرقونو دی و رب د دوو مغربونو دی نو مشرق او مغرب خو یوه دي څنګه د دوه ویلی جواب یو د جمی مشرق ته یو د وڑی دی دا چې یو د جمی مغرب دی یو د وڑی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان شريك روان كريد يا بناتي يو بل بينهما برزخ لا يبغيان فمن جدت وعنوك يو پرددا تي زي زِيَتَيْن بل روان په پرمنسکې پڑھدیدہ پر د زیاتینه کې دی خو نه وروړي د زیاتینه کې دی خو نه وروړي فب ای آلا ربکما تکذبان یخرج منه الملؤلؤ والمرجان راوزی دتوانو نه ملغری غټي او وڑی یا اونړی لؤلؤ غټي ملغری مرجان نری ملغری فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أو خَاسِدَ الله بإختيارك با رواني كي شتيتش دكي كريشي ويدي بدرياب كي بشان دا رواني بشاند دغرونو دم الله رحم دنيا فباي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هرغسوكتي بزمك باندي ديفنا كي كيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او باقي بباتي مخدر بستاتي لويشان ولويزه ولدي اللا بابا جيكي نور جي طول بفناكي فَبِأَيِّ اي الاء ربك ما تكذبان يسالو من في السماوات والارض سؤال كي دلا انا غشوك تشي باشمانو هي يعني طول مخلوق لا محتاج دكا كشوك باشمان كيدي او كبزم كيدي الله تسالونا كي الله تزارياني كي محتاج ديال الله کل یو من هو فی شان هر ورځ الله پیوکار کړي دي پیوجلا جلا کړي دي هر وخت شو غریب کی شو ملکي شو ژوند کی شو پیدا کی شو بیماری شو کرو غي شو شو شو

خدای دی انسانانو ته خبر بشن خبر وکړه چې ويري، ویری چې ګوره یو ورځ رز راځي چې حساب بر سره کوم بیا بم پته ولګي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس اي دلي دا و انسانانو دا بلد قيامت پورزويخا اي انسانانو و پيريانو إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. كتاسو تاقتلى تيوزي أُزَيْدَ ترفون أَسْمَانُونَ دا أو دازماكينة فَانْفُذُونُ أوزي لا تنفذون إلا بسلطان. نشي مَغْرِبَ تَاقَدْ تاقت سرا أو تاقت سازونيشتي. زي لا رشايزا كتاسو تاقتلى اللوغة كانت كستاسو تاقتي يي نوزي دري اسمانونو او دري زمك دري پراخينا دا كارتا سنشي كولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس را لگلی کی گی با پتاسو دوانو باندی لمبی دوو فلا تنتصران <applause> بدل بنشي اغستی تاسو دوانو فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالديان نو کله چې وڅ یشماد نو شیبا نو شیبا سر گلاب پشان د تیلو یا پشان د سرمني رنگکې شي د تیلو پشان بروبي اورنګ به دي شي سر گلاب پشان یا سرمن چې یا سرمن چې هغه رنگکې شي د دې دا خبره دې ساتي د اخرنی صورتو نه دي د دې ترجمه واضح هي دې تفصیل لروري دی ته اکثر د اخرت په باره کې تذکيره ای نو زه کومبم روانه ترجمه کوم او دا لفظي ترجمه د دورا او د نيشي زموږ قدم ده لفظي ترجمه باره کې ده دا, دا, دا تفصيل نه دي او بل یو ورځ د پاتې ختمته نو زه کومبم روانه ترجمه کوم په هغه کې به ودرېږي کوم چې کوم چې ودرېږي دوی ته ضرورت محسوس شه وو فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان نبدأ غوارزبا تبوس نشكي كيدي بابار بابار كي دبد إنسان وندبيرينا يا نو بچلو رجب ته پوس نی شي کېده په بار د خپلې ګناکه داس انسانونه د پیرین یعنی د چه د ګنا ته پوس بنې کېږي نه د انسانو پیرین چې دا ګناونه کړی کړي کنه تا کړی دي کنه تا کړی دي کنه وله زګی شي الله به د ابو پرې تندو بني او په مخونو باندې به با تافي والی علامات به پیږینه په پته لګی شي او دا که شان جنم یاندي دوی ګناونه کړی نو ته پوس ضرورت پاتینې نشې موسک اللوی فیو میذ الا یسال نوبدغ ورست پوش بنی شکیده علی ذمبه فبارد گناہ د یو انسان کی انس ولا جان د انسان ناونده پیرنا ی عن ذمبه پبارد گناہ داگه کی د گناہ ببارکه بځی ته پوش نه کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان قردلت اللوي يعرف المجرمون بسيماهم في مجرمان فنخد دوي بالنواصي والأقدام نوني وليكي كيف تندونا ودخبونا نخبة في خاص نخبي بس نسي او ده تندون بيني سو جهنم تبي غزاري فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم دي غدي تشدر جن دي مجرمان يطوفون بينها وبين حميم ان دي بغرزي بمنز دي او بمنز دي قرمو بو سختو او كي اولي رولي با گرم بو عذاب بوت بو او بد زاب بوت او گرزی و بدي عذابونو آلاء ربكما ما ولمن خاف مقام ربي جنتان او دا پار دا غا چا چه يريگه دا پیش که دو ندوق دي مخه چونه کله دنیاوی او دینی نعمتونه بهین کړ او باز هغه نعمتونه به جنتیانو ته په اخرت کی ملایويږي د مجرمانو انجام بنچ نو وځي جوابره د جنتیانو څوک چې الله دې پېښې نه لريږي داغه لپاره دوه قسمه جنتون لري چې باز اعلی او باز داغین له اندري حدیث کی راځي کنه د سروزلودی او د شپینو زلودی فبأي آلاء ربكما تكذبان. وشاغا ذواتا افنان خَوَنْدَانَ دا سانغودي دو سانگي دونو فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فدي دوانك دو تشينيدي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فدي دوانك دار سَمِّي وِنَادْ دوجو فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش ما بطائنها من استبرق. تكي وَأُنْكِبَي كي بي ربي باندي باندي ترفون بداغي خموني، وجنى الجنتين دان أَوْرَاشُكَ والدم وود جنت بانجدي بطائنها اې د جنتیانو د ثلینو د لاندې طرف چې کوم دی لزمه کې سره کوم چې لزمه کې سره لګي دا به دمره قیمتي او د نا ذکر خمونې جوړي نو وې سوچکه چې کوم بره طرفي هغه به څومره هيسته وي دا شر اشکول به را شکول د میوبه دا بنې جديده چې باندې چې ونی به تانه لري او څنګه به لري ستابو ته لاس نه رسینه نه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف بدي باغونو كي با زناناخ كتكون كي نظر والي اللابساتل ديول فارا فاره دي لم يطمثن انس قبلهم ولا جان نبي رسيد لاغوي تهيس إنسان مخي دوينا أو فبأي آلاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان قوياك دو ياقوت دي برنكي او مرجان دي بسفايكي فباي الاء ربكما تكذبان ندى كميا احسانات ودرب ربخ فالانكار هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندى لدنيكي كي مقر احسان كوالدي ديني كي دا توحيد بكو اخلاص بكو بدلدى غيم احسان ده الله جنت وركو فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او ما شِوَادَ دِينَاتُ ندي دو نور دي, دي, دي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تكشنبي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فديك دوشيني دي خدكي دنكي بورتان يا دوچيني دي قَوَارِي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فديك بميوي أو وَأَنَارِي أو أناري فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فدي جنتك بغور ببيان خَيْسْتَ خلوها فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام دا حورد بندسات الشييق خيمود مالغلرك فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان نبير سدري ديتا نبي رسوله دويته هس إنسان ما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیو اون کی وای پسا درونو یا پبالختل شنو و عبقری حسابان او قیمتي بيشترو خيستو باندي يا او قیمتي قالينو خيستو باندي تکیو با وي پبالختل تکو شنو باندي او قالينو او تقيمتي قيمتي پراتي قيمتي بيشتري ويتلاني وي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بركة والدين نم دربستا ذي الجلال والإكرام شلوشان والدي أو إزة والدي سورة الواقعة دا مكي سورة أو بديك شبقني ايتوني دريب بديك ركوغاني لوه موجو په د سورۃ کله سبحانه تعالی اخرت ثابتې په دې کې د قیامتونو په کیژې کې شویلې د مرګ تذکره بکې مشتي او دغه لوی قیامت تذکره بکې مشتي او بیا الله سبحانه تعالی د سورۃ په اخر کې د قران کریم په با مبارک خبره خړې دا بسم الله الرحمن الرحیم إذا وقعت الواقعة كلا شي شواقي واقي كي ورز مرات قيامتي دا, دا ونمد الواقعة ليس لوقعتها كاذبة نشتي دواقي كي دو دا غيد بار دا يقيني خبر دا خافضة الرافعة كتكون كدا بازو بندقان لرا بورت تكون كدا بازو لرا تقيامت بورز با باز خلق من شي كنم الله بول قسمه قسم او باز بزلیل شي ولی يادو بالله كلا برازي اذا رجت الارض رجا كالاتي <applause> وجرا قولي شيز مكة قولو سرا وبست الجبال بسا او زرا شي غرنا سرا فكانت هباء بثا نشيب الدلا خورا ورايا الوزولي و وكنتم ازواجا ثلاثة او شيبتاس قسمنا ندري خلق بابا قسمك اسمك تقسم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نخيل سؤال سلويش عند خيل وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أو خاوندان دا قسلاس سبت حال ولو والسابقون السابقون أو أكسان تي مخيكي دنك كيتا هريني كي دنك بي جنتا السابقون أولاً والسابقون يعني دنياكي كي مخيكي دو هريني السابقون باخیرت کې و مکی کې جنت ادري کیسمه خلک دغه ټولو چې سابقون زکل لوی اولائک المقربون ذاك سان نجدي كريشي في جنات النعيم فجنة نور دنيامة كبير ثلة من الاولين وقليل من الاخرين لو دلدا ولنونا أو اولاك دي دورستنو خلقنا لو دلدا دا نور امتنا او به له ګډه له بدی امید کیږي چې نور umatونه ډیر دي دی. نو باګه ټول umatونه هغه سابقون چې راجمه کی او به شد دي umat نه غډیر دي یو معنی دي کې د نذا پرتره دوی مته کېده پرتره چې دي umat چې کوم مشران دي سلف صالحین دي نه كانوا خلکو هغه زمانو دا هغه خلک بډيري او د ورستنو کی ورست چې به کم راغلی دي پدې کې سابقون به لګ دي على الشورم موضوعنا پکټونو باندې بي موضوعنا چې جوړشي بي تارونه داغي د شور زرونه متكئين عليها متقابلين تکيوونکي بي باغې باندې یو بل ته مخامخ بي دا کوم کټونو چې داغې على الشورر پکټونو باندې موضوعنا دا کټونه به جوړ شي پدې ستار سره چې هغه به شروع جوړوي او دې به تکې اوونکوي پذر باندې متقابلین یو بل ته مخامخ نشي يا طوف عليهم والدان مخلدون ګرځيبا پټي باندې لکان می شبالکاني باکواب واباریق وكعس مماين طغیلہ شنو او وجګونو شر او پیلېډ کې د شراب خالصونه لا یصدعونا عنها ولا ينزفون نوی په سر دړکیږي دا غینا او نه په الټې کې دنیا شراب بشنډي وفاکیات مما مم يتخيرون او ميويدا غينج دوي وركي ولحم طير مما يشتوون أغوخي دمارغان داغين انشي دوي خخي وحور عِينٌ أو دوي لربي حور غتو كامثال اللؤلؤ المكنون فشان دم الغلرو ساتليشو جزاء بما كانوا يعملون بدل كريكي فالسبب فسبب داغ عملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثير ما نبأري بدمج ندك بزاي خبر أو ندعونا خبرا إلا قيلا سلاما سلاما مگر جرونا بي سلام وسلام واصاب اليمين ما أصحاب اليمين أو خيل سوال خلق <applause> سلواشان ده خيل سوالو Fi cederi mahcud ببيروكي تبي وطلح منضود أو بكيلوكي كيتي بلاندي باندي جختي وظل ممدود أو سوري وقدك ريش وماء مسكوب أو بوبورا وانك رشيب مكباندي بمخدز مكبان وفاكهة كثيرة أو بميو ديروكي لا مقطوعة ولا ممنوعة چینه بخچمی یو نه بخینه من کی دیشی وفروش مرفوعه او پبسترو اوچتو درجو الکی بی یا او پجنانو مرفوعه اوچتو درجو ال سره بی یا دنګی دنګی تلانی بی یا مطلب دې چې الله بولا قیمتی قیمتی زنانه ور کوي ډون شهیدمانی إنا أنشأناهن إن شاء من ببيدا كزنا ولا ربنا أشنا بيدك فجعلناهن أبكارا نجور بكودا غينا جنكي عروبا أترابا من كونك بيدا خاوندان سرا ومزول بي يعني كالتي دنيا دا زنا نزي جنة تاكا نا دا بديسي جدا ببداي جاني ياو خيستا باني نانا الله دا طول بجنة كيش دا خاون سر كيلتا هم لي لأصحاب اليمين دا دخيل دا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين دير دي دا أو دَلِدِي دور وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أو قسلة سوالا سبت دَا قَسْلَ سوالة في سموم وحميم فَقَرْمُوا مواقع أو كبيا وبقود كيدلو بوكي بي وظل أمي يحموم أو بسور كيدلو قنا لا بارد ولا كريم نبى يخي

وكانوا يُسِرُّونَ على الحنث العظيم أودي شامشوا لبيك وبلوا يقناه نبندى وكانوا يقولون وود بَي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَيَكَ او شو أو شخاور وردي أئنا لمبعوثون أيا من باد بارك دا خبر بدوينه منلي هل تبدو يداوي په دنيا کې خخا چې خاوري شو او كلا منګه زري زري شو بیا منګه را باسي. او اباؤنا الاولون أيه، او بلران ز منګه مخکيني هزمګه بلران چې دوي وسکي قل ان الاولين والآخرين توايا يكينا مخكيني خلك او خلق خلك لمجموعون الى ميقات يوم معلوم زروب راجمك ريشي. مقرر وخدو رزي معلومي تا تول براجمكي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون بيا يقينا تاسو بأي قمرا هانو كوالا لرا لآكلون من شجر من زقوم خامخا خرونك بيد ونيد زقومنا فمالئون منها البطون نو دکون کې بيداغین اخې ټولره فشاربون علیهم من الحمیم نسکن کې بيد په سداغې د ګرمو بونه فشاربون شرب الهیم نسکن کې بيد پشان د سکلو د تګیو خانو او البا الا پدوبن د اخې ټډکې کې د زقوم وینا ولیاج بالله او بیا او بغی دپاسه ګرم وبسکې او بوبم دیسیسکی لکه اغه او خان چې هغه تګیشي یی خارخ په لګی دی الهیم جمد هیمدا اغه وخت و چې خارخ په اولګی کنه نو ډیر تګی کی, کی بوبونه مړی دی وبم دک شد او بسکی هاذا نزلوهم یوم الدین دمل مشیاده دوی د پورس د جزاء نحن خلقناكم فلولا تصدقون من بيدئ كريتاسو نو ولي يقنك ويه وجدي زنا رکو پوریبا دلیلونه بیانی کی په دې خبره باندې چوغره الذی قدرت او تسری ديبه وجود اخرت نمنی او دائمانی چې الله وبدوین پر پاسی د خلق افر ايتم ما تمنون ایا سو تاسو سوچ کولای دی په غوټفکی چې تاسو اړوي پرحیم کې اأنتم تخلقونه ام نحنو الخالقون اایا تاسو پیدا کویا او کومنګ پیدا کون کیو سوق داکر کی چدا دا دا منی دا کتر لړشی د مور خېټه او بیا قسمه سمراحل بنی د ماشوم تیری الله يديك نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين من مقرر فمن استاسك مرجلرا او نيومن قاعد زكر على ان نبدل امثالكم لدينا بدلكو شكلنا استاسو وننشئكم فيما لا تعلمون او پیدا کو تاسو په اړه شکل نو کې چې تاسو په ان پوېږئ الله وي سپځي قادر يم نو کمرب چې بده قادر دي هغه بدیم قادر دي چې انسانم بیا راپاسي ولاقد عليم تم النسعه الاولا أو يقينا تاسو تاما دي بي فَلَوْ فلولا تذكرون نُوَلِي نسيتنا خلاي أفرأيتم ما تحرثون أي صوتشكاري تاسو باغا سكي تاسو يكري أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أية أسورا أية أسورا أو ديلرا أو كمانغير تاسو دا فصل لو باسي دامي لو نشاء لجعلناه حطاما كشرت وقالوا منغا خام خاو بقر زودا قيا زرزرا فظلتم تفكهون نو بقر زيتي خبقان بكوي هل لو زماخو بدي تاقتي سيزيد لها عرس زر كم دا بصل ودا باغون دا ختم كم او بیا به خپګان کوي پالتو خبري بکوي دلنه او مرور شي بیا او دا به وایي چې ان لا مغرمون يكين من توان ينشو بل نحن محرومون بل كمن من محروم شو أفرأيتم الماء الذي تشربون أي تاسو سوچ کرده فاغو بوكي جسكي تاسو أأنتم أنزلتموه من المزن أي تاسو ريك أي تاسو رالي قليل دغو بدور يزنا أم نحن المنزلون أو كمن قرالي قنكيو لو نشاء جعلناه أجاجا كشرت أغار من جو بكر زودا ترخي تشكرون ولي شكر نكوي كلا دو بترخيكي أو دسكو قابليني نبي بس لو شكرنا شكر كوي كنا أفرأيتم النار التي تورون ايتا تاسو سوچ کرده پا پدغه ور کوم چې <سؤال> ده سوچ کړیاله ائتوم ان شاعتوم شجرته ائته سپیده کړی دونه ده ور ام نحنو المنشئون او کوم پیدا کړو کیو نحنو جعلناها تذكره منگزول لدای داش دهور د جهنم دپار يعني سوق دي تقولي ده جهنم غور بوت راي ديجي للمقوين او فايدة ده پارا ده مسافرو هده غور كي فايدة پرتي جهنم نبت يريهم غور ته جهنم بوت دي او فايدة پا هرس دي الله کرده نبي نو بيت پاكيو آيه فسبح باسم ربك العظيم بس تشبیه وایه د نوم دره خپل چلوې شان والده فلا اقسم بمواقع النجوم د سینه ده زه قسم کوم په زین د پریوتو د ستور باندې فلا اقسم دا عربو عدد ده چې لا اقسم د قسم د لپاره استعمالي او د لم د تاکید د لپاره رودي او معنی دي دا دای فلا د سینه ده دي څنګه ده یو خبر باندې عبارت کي څنګه به مخ کې راځي تشکيله شي یا موضوع به مخي نو دلته اوس موږ څنګه یو جن فلاسفه ته تبدي فلائد ته معنا داده چې دي څنګه ده لکه څنګه چې تاسو یې چې دا قران د الله کتاب دی نه نه دي څنګه ده اقسم بمواقع النجوم الله یې قسم خورم باه زینو باندې چې ال تستوري پروزي وانه له قسم لو تعلمون عظيم أو يقيناً دا قسم كتير گئی لوی غيلويديه إنه لقرآن كريم يقيناً دا قرآن دَيْزَتْ من في كتاب مكنون فَكِتَابٍ محفوسات ساتري شبيكي كتاب مكنون مراد لوحي محفوز دا قرآن بلوحي محفوظ کی لا يمشو الا المطهرون لا سنلګې دې سره مګرب پاک خلک اچوي چې شیطان د خبرې راوړي دلوي شیطانن لوح محفوظ د کل رسی دېش دې تر پاک ملائکه ورزیږي او سره لاګي بس اکثر مفسرین دلته دا معنی مرسته ده چې متولېږي شو پاک او دسی ماتني نغه به دې قران سره لاس لګي دلته فواید دې ساتي الله په استوري باندې قسم وخړو او قسم به دې خبرو وخړو چې قران عزتمن کتاب دی نو د استوره د قران مناسبت ده دې چې قران هم لګ لګ راغلې ده نو هر یو آیت دې استوري په شان ده او د استوري بشره نه ورکې تنزيل من رب العالمين نازل شوية دي ده رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون أي بدي خبرتاسو سستي كونكي كي إيمان رولي بدي خبر بند وتجعلون رزقكم او ګرزوی ته سو برخ خپل د قران انکم تکذبون دا چی تاسو درو جن غنید یعنی وقار د قران ایماند را ولې خپل اخرتوم خوښته کړي نو یلی بل د برخه بگیته سو وغښته چې قرانم درو جن کو فل اول اذا بلغت الحلق نو ولې نه دا چې کلو ر شروح مریته وسلّى الله سبحانه وتعالى بندقانه تا فورك التخويف وركيري يروح مريتا وأنتم حين إذن تنظرون أو تاسو بدغا وخكي قوري, قوري ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أو من دير نجدي ودته استاسنا مقر تاسنيني دا علم او د قدرت او د حات په راز لوځ او د ساسونه زیاتنیج دی او بلديشي الله غه ملائکره لګلی کنه اغه کمچی سا اخلي نو وناشي دي نيجدي دي مريت ناس الله وي مون دي نيجدي غتاسو نه ني مون فلولا ان كنتم غير مدينين نو لي نه د کچرت تاسو نه کمجوري مشرکان ابي كن وي مون کمجوري ني مونږه زوره وري لوځي تاسو کمجوري ني ترجعونها ان كنتم صادقين چې واپس راو ګرځوي د روح کچرت ته سورشتنیې که کمزوري نه به د روح را واپس کوي کنه فاما ان كان من المقربين بس کچرتې د سړې د ډیرنیج دی خلقونه هر انسان ته باغ سمې لويږي چې هغه حق لري يا سعد أديرنا يجدو خلقنا يا غال السابقون مخت تزكية وش فروح وريحان وجنة نعيم ندد باره حتى خشب ياندي وجنتنا, وجنتنا دنيمت ندي وأما إن كان من أصحاب اليمين أو كسرت إيدي خيل أسؤال سوالونا فسلام لك من أصحاب اليمين نوي بشدة سلام دي بتا دَخَيْلَ تدخيل اسوالوني واما ان كان من المكذبين الضالين او كشرت ايدي دروغ جن فنزل من حميم ندلر من المستيادا قرموبونا وتصلية جحيم او داخل والدي قرم ان هذا له حق اليقين يقينا دا خامخا پورا يَقِنِي خَبَرِدِي فسبح بسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو يَا دنوم دا نم ولدي سورة الحديد دا سورة تي او پا ديك نهيش دي ديرش سلور ركوغاني دي

فاكباني الا لراغ سجب اسمان وزمك كدي وهو العزيز الحكيم او غزور وحكمه ولدي له ملك السماوات والارض خاسغ لرابع سيد اسمان ونود ازمك كدا يحيي ويميت جندك والكيوم لك والكي وهو على كل شيء قدير اوغه هر شي باندې قدرت لرون کړي هوالاول او اخر والظاهر والبات اغه ولدي او رښتو دي وخاره او پټ دي او هو به كل شي عليم اوغه هر شي باندې پوهه دي دجی سیفتول وزاحت پیغمبر صلی الله عليه وسلم حدیث کې کړي وي انت الاول وليس قبلك شي یلا تاولنی استان مخ کی هیڅ شی نه او انت الاخر فلیس بعدک شی یلا تورستنی زاتي جيستانه ورستو به هیڅ شی نه ټول هرسبه تا ته پاتي وانت الظاهر او تدی شیخ کاریتی استان پورته س شی نشتی او تباتینی نوستانه اخوا بل سنشتي یعنی بل شي پرد نشتي جيتا نه يو شي غيب کي يو شي دل نه پټ نه دي هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام خَاسَ اللَّهَ غزات تجي بيد اسمان اوزمكا باندازت اشفق ثم استوى على العرش بابرا بَرْشُ پارش باندي يعلم ما ينج في الارض وما يخرج منها بويكي بغس تننوزي چينو... بزمكى وما يخرج منها أو روج روجي داغينا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أو نازلي قد أسمان أو خيج اللا خبرو باندي پوه دي وهو معكم أينما كنتم اور استاجو سره دی هرځي چې تاسو والله بما تعملون بشیر اور لاغه عملون چې تاسو کوي د دن کې دي د دې دا مطلب لري چې الله زاد تاسو سره دی تاسو کوم ځکی الله زاد تاسو سره دی نننا الله د علم او د لیدو په اعتبار تاسو سره دی دا دا تفسير موږ د ځان نکو د سلف صالحین ننکله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نور صحابه کرام ننکله او دلیل ابتداء د ګور ال یو یغته سره ته شهرز کی نو بی وی والله بما تعملون بصير او ال ال دن کی کارون چته کوي مطلب ی الله ته سره دی د علم په اعتبار سره او داو د دا الله به دی وی چې سره ویل الله ذات په هر ذکر دی نه دا الله ذات په عرش ته پاسري ها دا علم او د قدرت او د لید او د رو دوبا دو اعتبار سره الله په هر ذکر دی له ملك السماوات والأرض خاصة غدر باچايد أسمان وَدَزْمَكِدَا وإلى الله ترجع الأمور أو خاصة غدر زوليكي جتول كارونا يولج الليل في النهار ننباسي شبا ويولج النهار في الليل أو ننباسي ورزبا بكي وهو عليم بذات الصدور أو أغبوها دي, با دي. آمنوا بالله ورسوله إيمان روي بألا بَانْدِ أو برسول با إيمان تبكي دعوت شوي او بیا انفاکته چې الله په لاره کې به خرجم کوي او هر یو د پاره دري وږي بین شي ویلي انا به چې پیل تنو کې ایمان بولل اوري ځکه چې پیغمبر درغله د پاره د دعوتم دري د پاره درکړي دوی ایم ایمان بولل اوري ځکه چې الله درن له زغستې او دلایلی لري ګلی د په هله پاره او دریم ایمان بولل اوري ځکه چې قرآن نازل شوی د پاره چې ترونو وبسي رناتا وذكر الله آمنوا بالله ورسوله إيمان رولي بألا باندي أو داغ باندي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أو خرشكو داغ مالنا چكر زولي يتاسو باغيكي نائبان مال دا تباتي فالذين امنوا منكم وانفقوا نعكس انتي ايمان اسْتَاسُنَا او خارجي لهم اجر كبير او الى اجر لدي. وما لكم لا تؤمنون بالله او سواجر تاسولا لا تؤمنون بالله او سو وجرتا او سو وجدا چيتا شويمان با نراوړي بالله پلبندي با والرسول او والرسول يدعوكم او حال د چي رسول داوود درکيتا شوتا لتؤمنوا بربكم دي د پاره چيتا شويمان نراوړي پخپل رب باندې دا وجد کرو دي د لسه لازمي مان نراوړي ذيما وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين او الله غست د مضبوط و دستا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الله غزاتي بندخ ببندخ الْبَنْدَيَةُ تنخكارا ليخرجكم من الظلمات إلى النور دِدْ بَارِدِ رُوبَ سِتَاسُ لَتَيَرُونَ و وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوْ يَقِينًا اللَّهَ فتاسُ بند شَفَقَتْ كُونْ كِيرَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او سو وجه د تاسو لپاره چې خرچ نه کوي په لار د الله کی وزبد ينفاقم دري وجباني یو د الله رضا به حاصله نو مال بلګي د دې د دنیا پاتې کیدون کید نو زرزر مال ولګو ځکه یو ټول مالونه د الله دي دریم د چې سوق د فتح مکه او حدیبیه مخک مال ولګي نو لا وی اجر ډیر دي دی. نو ځکه زرزر ولګو ولله ميراث السماوات والأرض أو خاص الله لرميراس ميراث أو دزمكي دي دا مال ولا اسم دار سباتي كيدون كي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل برابر ندي استاسونا غسوك تينفاق كِرِدِ کرده مخی ده فتحی اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا دا کسان لوی درجه ولدي دا کسان چې مالونه لګول دي ورسټو د دین او جنگي کړي دي د کوم کسان چې مال مخی لګول دي د فتح مخی لګی یدي اجر دی ورې زه کې پوه وکړ چې ژور ډیرو ورسټوبه ژوره لګو نو دلته دا فائدې ورته چې څومره ضرورت ووخ کې او شړې مال لګي او څومره چاته ضرورت یو دی ول ورکی دومره اجر دی, دی, دی. او کل وعد الله الحسن او هر یو شړ واد کړی د الله خست وعد د جنت وعده او شړ کړ حسن مراد جنت دي والله بما تعملون خبير او الله پغمانو چې تاسو کوي خبردار دی ديس الهدف او كوبدي الاثم نمبر ایت بودريو ان شاء الله بعد يوم نشس کے بعد دیو الاثم نمبر ایت شروع کو الله سبحانه وتعالى يفرم بني رحمك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين